طيب زميلتنا العزيزه سارة حامد موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره وجاهزه عشان تطلعنا على اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما طبعا متعودين دايما يعني هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور وابرز الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن شفنا طبعا يعني بعد الرحله ل يعني المغرب وطبعا يعني المواجهه مع الرجاء المغربي والتأهل للسيمي فاينل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يمكن شفنا طبعا بعد وصول يعني بعثة فريق النادي الأهلي للقاهرة قرر مستر مارسيل كولر إن هو يريح جميع لاعبي النادي الأهلي لمدة يومين. الراحة كانت امبارح وكمان النهارده هيكون في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة إن شاء الله الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش. التدريب هيكون في الفترة الصباحية، وبعد التدريب المفروض يعني إن شاء الله إنه جميع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بالكامل يعني بعثة فريق النادي الأهلي هتتجه لمطار القاهرة وعشان طبعا يتجهوا لدولة الإمارات، وده طبعا كله في اطار استعدادات الفريق اكيد للمباراه القادمه والمواجهه القادمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي هتكون يوم الجمعه يوم 5 من شهر مايو الحالي، واللي هتكون اكيد مواجهه نادي الزمالك في بطوله دوري السوبر المصري لموسم 2021-2022. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، ودي طبعا ابتدي معاكم بفريق الاول لكره السله رجاله تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا زي ما عارفين النادي الاهلي حاليا او فريق كره السله بيشاركوا حاليا في بطوله البي اي ال او المعترف بها في مصر البال، بطوله دوري كره السله دوري الافريقي طبعا لكره السله النادي الاهلي بيشارك فيها. يمكن شفنا اخر مباراه النادي الاهلي تفوق في الثواني الاخيره على نادي اكيد سيتي اويلرز الاوغندي، تفوق في اخر الثواني من المباراه بنتيجة 72-70. وإن شاء الله النادي الأهلي بكرة كمان عنده مباراة مهمة يا كريم ونهواند طبعا في بطولة البال مع نادي كيب تاون تايجرز طبعا الفريق الجنوب الأفريقي. بكرة إن شاء الله النادي الأهلي عنده المباراة دي، وفي حال تفوز النادي الأهلي بالمباراة هيكون من ضمن يعني اول الفرق المتاهلين لنهائيات رواندا. طبعا نهائيات يعني لبطوله البال هتقام في رواندا من يوم 21 ل 27 من شهر مايو الحالي، فهيكون اول المتاهلين ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي بالمباريات. وطبعا يعني بقيه المباريات هتكون يعني نتيجتها مش مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ولكن بالتاكيد زي ما متعودين دايما من جميع لاعبي النادي الاهلي هيكونوا اكيد يعني عايزين يحققوا الفوز في جميع المباريات طبعا اخر مباراتين من بطوله البال. ده بالنسبه لفريق الاول لكرة السلة رجال. طبعا خلينا نروح لفريق الطايرة سيدات، ويمكن النهاردة ان شاء الله طبعا فريق الطايرة سيدات تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي عندهم يعني مباراة مهمة، اول مباراة في سلسلة ذا بيست اوف 3 من يعني النهائيات او الدور النهائي من بطولة كأس مصر لكرة الطايرة. النهارده ان شاء الله عندهم مباراه وبكره، ويعني طبعا في حاله فوز النادي الاهلي بمباراتين من اصل 3 مباريات يا كريم ونهواند هيتاهل او هيتوج عفوا يعني النادي الاهلي ببطوله كاس مصر لكره الطايره. وطبعا في حاله لو النادي الاهلي فاز النهارده او يعني خسر مباراه سواء النهارده او بكره هيلعب ان شاء الله نادي الزمالك يوم الخميس مباراه فاصله عشان طبعا تحدد مين اللي هيتوج ببطوله كاس مصر لكره الطايره. كمان سيدات كره اليد ورجال كره اليد النهارده ان شاء الله يعني هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي على صالة يعني الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وده طبعا هيكون كله في اطار استعدادات الفرقتين سواء فريق السيدات او فريق الرجال لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، واللي هينظمها النادي الاهلي ان شاء الله على صالة الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي وايضا صالة الشهداء داخل مقر النادي. والمفترض ان شاء الله يا كريم ونهواند ان البطوله دي هتقام من يوم 9 ليوم 18 من شهر مايو الحالي، وبالتاكيد بالنسبه لفريق كره اليد رجال المفترض ان هم ان شاء الله هيلعبوا بطوله السوبر الافريقي قبل بطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي هتقام يوم 6 ويوم 7 من شهر مايو. ولكن يعني لسه النادي الاهلي يعني يوم 6 هيكون مباراه السيمي فاينل بالنسبه له وهيواجه فيها نادي الترجي، ولكن يعني لسه في انباء عن انسحاب نادي الترجي من البطوله، ولسه النادي الاهلي منتظر خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي عشان ياكد انه الترجي هينسحب من البطوله، وفي حاله انسحابه النادي الاهلي هيتاهل بشكل رسمي للمباراه النهائيه واللي هيواجه فيها نادي الزمالك.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم ان بالنسبه لجميع الفرق يعني قطاع الناشئين كان في اكتر من مباراه دربي امبارح مع نادي الزمالك. يمكن امبارح شفنا رجال او شباب سله الاهلي 16 سنه فازوا على نادي الزمالك بنتيجه 75-40، وده كان ضمن منافسات النهائيات بطوله الجمهوريه. كمان فريق الطايره 17 سنه توجوا ببطوله الجمهوريه على حساب نادي الزمالك، واللي انتهت يعني بعد اداء قوي من جميع لاعبي النادي الاهلي، انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط. ويمكن شفنا يعني اداء قوي منهم، ومش بس يعني من شباب الطايره، كمان رجال الطايره امبارح في المباراه وللاسف يعني خسرها النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي كاس مصر. شفنا يعني العديد من جميع لاعبي الاهلي كانوا تالقوا في المباراه، زي طبعا عبد الرحمن الحسيني واكيد محمد عصران واحمد عزب ومحمد محسن احمد صلاح عبد الله عبد السلام، جميع لاعبي النادي الاهلي تالقوا امبارح في المباراه. شفنا يعني طبعا في الخمس اشواط يا كريم ونهاوند، شفنا كمان يعني جميع لاعبي النادي الاهلي لعبوا في اكتر من خمس اشواط في الثلاث ايام من سلسله ذا باث اوف 3، مجهود كبير جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي، ولكن يعني للاسف النصيب طبعا او الفوز ما كانش من نصيب النادي الاهلي. طبعا بنقول لجميع لاعبي النادي الاهلي هارد لك، ومنتظرين طبعا منهم اكيد يعني الفتره القادمه هيشاركوا كمان في بطوله افريقيا يعني من يوم 13 او عفوا من يوم 9 ليوم 22. وبالنسبه لسيدات الطايره هيكون بطوله افريقيا بالنسبه لهم من يوم 13 ليوم 27، طبعا منتظرين منهم بطوله افريقيا، ودي هتكون اخر بطوله يشاركوا فيها يعني هذا الموسم. يمكن دي يعني كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه طبعا يا كريم ونهواند، واكيد انا معاكم لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. مفيش اي اسئله، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا جزيلا ليكي. شكرا ليك يا سالة، أكيد.